اللي كان بيميز في الفترة اللي فاتت إعلامي أو حد بيطلع في قناة أو حد بيعمل برنامج، إن هو كان عنده منبر بيقول صوت من خلاله. دلوقتي كل الناس عندها الصوت ده، كل الناس بتطلع تعمل فيديوهات في أي وقت. فالحقيقة يعني إيه، أنا حاسة إن الدور قل، ولكن بقى في منافسة شديدة شديدة في المشاهدة، وجمهورك اللي من زمان بس هو اللي بيتفرج عليك. لكن عشان تعرف تواكب كل اللي بيحصل ده، من لبس، من أكل، من نزول، من أماكن، من صعب قوي 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 قوي. أكتر فيديوهات بتعمل ملايين هي فيديوهات الأكل. هتقولي يعني أنت عاملة الفيديو ده عشان تعملي مشاهدة؟ لا، أنا عايزة أجرب. يعني دلوقتي في ناس كل شغلانتها أنها تجيب أكل وتقعد تاكل وتعمل ملايين المشاهدات. وبقى أرجع وتاني وأقول، طب لما بيجي اليوم يعدي، هما بيحسوا ان هما اضافوا ايه، او عملوا ايه في حياتهم، او ايه الكارير بتاعهم، او ان انا افضل اكل قدام الناس وما بيكلموش ولا كلمه على فكره. وبصوا، عشان الواحد يتعلم ان هو ما يتريقش ولا ينتقد حد، انا بقى ما بتفرجش غير على فيديوهات الاكل دي. يعني لما ابقى ستريست او متعصبه او كده، اروح فاتحه فيديو لواحده صينيه حاطه مثلا راس خروف قدامها. اول مره في حياتي اعرف ان راس الخروف العينين بتاعتها بتتاكل، بياكلوا الجلد بتاع الراس عادي، بياكلوا الدهن عادي، وتلاقي البنت قاعده رفيعه جدا وتفضل تاكل حبات توم بعديها، الظاهر عشان شرايين القلب ولا ايه. فالنهارده بعد ما رمضان عدى، فكرت اعمل فيديو اكل، اشوف ازاي ممكن الواحد يقعد قدام الشاشه ياكله بس. خصوصا ان انا بعد ما اكل هقول لكم ان انا خبر سعيد جدا، ما بيقصش المقص، ان انا خسيت 3 كيلو او 4 كيلو في رمضان، وده كله بفضل الفريق الطبي. وليه خسيت 4 كيلو بس؟ عشان انا مش مليانه او ما عنديش شحم كفايه. مش حاجه عايز اقطع في السيخ. مش عايز تقطع. جبت كل الأسلحة اللي في البيت يا بنتي. أيوة خلاص، أهو الحمد لله الحمد لله. المهم إن أنا بعد ما خسيت الأربعة كيلو دول، يقال إن أكلة الفسيخ دي بتطلع 2-3 كيلو. فانا استأذنت الفريق الطبي ان انا اكل الفسيخة دي بكل اريحية، ثم ابتدي تاني الاسبوع ده، لان انا بثبت معهم دلوقتي. طبعا كل الناس ما سمعتش كلامي، انا قلت كلموا الفريق الطبي في رمضان عشان تطلعوا من رمضان مش في الوضع اللي انتوا فيه دلوقتي. يعني أنا متأكدة 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 إن كل واحد فيكو دلوقتي بيعاني، اللي تخن 5 كيلو، واللي تخن 6 كيلو، واللي تخن 10 كيلو، واللي كان عامل رجيم وتخن اللي هو خسه. قدامك بالظبط على الصيف وعلى التصيف وعلى عدم المدارية بكتير شهر. وفي الشهر ده الفريق الطبي تعهد ان هو يخسس من 10-12 كيلو. على فكرة لما بطلع اتكلم عن الفريق الطبي بتكلم بمنتهى الثقة، لان عمر ما حد قال لي ان اللي انا قلته ما حصلش او اللي انا قلته ما عملش. يا سلام، بص 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 يا محب، رهيب. بس اوحش حاجه لما يبقى مصور بيصورك عينه في الاكل، دي بتبقى حاجه مش لطيفه. وانت كمان، والصوت، يعني المصور والصوت عينهم في اللي انت بتاكله، فما بتبقاش عارف تعمل ايه. بس انا ريقي بيجري، انا كمان بس
احنا بنصور من امبارح يا جماعه وما اكلناش اي حاجه، فهم دلوقتي بيتعشموا ان انا اسيب لهم بقيه الفسيخه بعد ما اكل، وانا مش هعمل كده، انا هاكلها كلها وبعدين اكلم الفريق الطبي اعيط. عايزه اعرف بقى الفيديوهات اللي الناس بتعملها وبتبقى يعني، انا ابني لوحده بيبص لي دلوقتي عيني مجنونه ان انا باكل سمكه نيه، بس ما جبتش بصل. كيتو ممكن تقول لها تجيب اونيون؟ من غير بصل ما ينفعش. بس برافو والله، الفسيخ ده من عند شاهين، مش بعمل اعلان بس انا بحبه بصراحه بحترمه. يعني تطلع لوحدها في فيديو تبقى تاكل كده وبص على الكاميرا كده بالظبط. فيديو 10 دقايق او ربع ساعه ولا كلمه، ما اقدرش اقلب الفيديو ولا اقدر اغيره. بص بص الفسيخه انا بحب ملحمه ازاي. انزل، لا انا بوري الناس مش بوريك انت، يعني انزل بالكاميرا. وبعدين انا عايزه بجد بجد اكلمكم في موضوع مهم قوي، وهو موضوع ان احنا نخلي بالنا من نفسنا. ده يعني الناس كلها مثلا بتقعد تقول ايه خلقة ربنا وكل واحد يرضى بحاله وبتاع، خلقة ربنا محدش يجي جنبها خالص خالص، ولا انا والله جيت جنب خلقة ربنا. ماشي هات انا هقشرها، بس مش هغسلها. معقولة اقشر بصل على التلفزيون؟ ماشي. بصوا بقى الناس الصينيين بيعملوا ايه، يبقوا ماسكين حط ربنا البصلة كده، تروح ايه مثلا واكله كده كده مثلا، تروح واخده البصله كده واكلها زي التفاحه، زي التفاحه. اه ما في زي ما انا عملت كده، بس صعبه قوي. المهم ان انا عايزه اكلمكم في حاجه نمنعها وانا بعملها. يعني ايه؟ عايزين نبص للاكل على انه متعه وان احنا بنستمتع بيها، بس لما تيجي الحاجه اللي بنستمتع بيها تيجي انها تضرنا لازم نوقفها. يعني انا زي ما بقول لكم، نرجع لموضوعنا، مش حد يغير في خلقه ربنا، كل واحد يرضى بحاله بشكله، اسمر يرضى، ابيض يرضى. لكن لو وشك باظ من خسيتي ورفعتي كتير، لو جسمك باظ من انك اكلتي كتير، كل ده لازم يتصلح، يتصلح باي طريقه ما. انا حظي وحش ان انا يعني اتشوهت لاني اخترت غلط، لكن هو حلو ان الواحد يعيش جميل وصغير بخلقه ربنا. النهارده انا عايزه كل الناس كل الناس كل الناس تعرف ان انت لو ما حبيتيش نفسك محدش هيحبك، وده كلام مش انشا على فكره. لو انت ما خليتيش بالك، اعتبرتي ان كل حته فيكي او كل حته فيك بتاعتك وبتحبها، بتحب دراعك، بتحب بشرتك، بتحب شكلك، بتحب اكيد الكبد بتاعك متأذي ان عليه دهون، اكيد قلبك مش مبسوط وهو بيضخ دم بطريقه سريعه جدا 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 عشان يبقى ماشي مع حجمك، اكيد شرايينك مش مبسوطه وهي مترصب عليها كميه دهون رهيبه، اكيد جسمك زعلان منك غير شكلك او شكلك. ليه؟ انا عايز اعرف ليه يبقى عندنا فرصة ان احنا نعيش حياتنا شكلنا حلو وبنلبس وبنروح وبنيجي وبناكل برضو. الميزة في الفريق الطبي انك بتاكل، ما بيقولكش كل فراخ مشوية وسلطة، ما بيقولكش كل زبادي، لا بينظم لك اكلك وبتاكل كل حاجة. يعني تقدر تتعزم تاكل، تقدر تخرج تاكل، تقدر تاكل فسيخ، تقدر تاكل شوكولاتة، تقدر تاكل كل حاجة. وبعد ما بتخلص الرجيم مع الفريق الطبي بتثبت، وبعد ما بتثبت في ناس بتقعد 4 سنين و5 سنين ما بترجعش تاني، زي ما انا بقالي سنتين كده. ايه بيقول ايه؟ تفاح.
عايزة أطول في الكلام لأن أنا أول ما أخلص التصوير هما هيهجموا على الفسيخة، فأنا مش هبطل كلام، مش هبطل الكلام غير لما أقنعكم بجد إنكم تكلموا الفريق الطبي وفورا. عيد خلص، مع إن على فكرة لو كنتوا سمعتوا كلامي وكلمتوهم في رمضان وفي العيد كنتوا هتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه في رمضان، كنتوا هتروحوا تجيبوا احلى لبس في العيد، وكان زمانكم دلوقتي مرتاحين ومخلصين الرجيم. لكن لسه قدامنا شهر، لسه قدامنا شهر على المصايف والحر اللي بجد والتعب اللي بجد، وتقدر تكلم الفريق الطبي دلوقتي حالا تقول له من فضلك انا عايز ابدا حياه جديده. فيها ايه لما نقعد كده مع بعض نقرر دلوقتي ان احنا نحب نفسنا قوي ونبقى انيين قوي؟ لا، ده انا لازم ابقى رفيعه قوي، ولازم ابقى حلوه قوي، ولازم ابقى بلبس احلى لبس، وباكل احلى اكل، وصحتي احلى صحه. ليه الواحد ما يعملش كده؟ ليه الواحد يبقى سايبها كده بهرجله؟ يا عم في حد ده اي كلام، يا عم ده كلام اعلانات، يعني طب ما تجرب، جرب وشوف الناس الكتيره اللي بتطلع معانا اللي حياتها اتغيرت، اللي هتشوفها بعد شويه. ناس كتير حياتها اتغيرت، ناس كتير كميه الانبساط والسعاده اللي في وشهم غير طبيعيه. ليه بتبخلوا على نفسكم بالانبساط؟ ليه بتبخلوا على نفسكم انكم تبقوا عايشين بجد؟ لان انا لما بقابل الناس اللي مليانه بتقولي انها مش عايشه. عايزه اقول لكم حاجه، مش عارفه اقول لكم عشان كبيره قوي. متخيلة بقى انا اقعد تلت ساعه ما اتكلمش كده في حد هيتفرج عليا. شغلانه حلوه قوي ان الواحد يصحى من النوم ياكل قدام الناس وخلاص. دي شغلانه. عايزه اقول لكم حاجه، فيها ايه لو جربت وكلمت الفريق الطبي دلوقتي اللي نمره موجوده على الشاشه، اللي انا ما برضاش اعلن عن حاجه غيره لانه فعلا طريقه سحريه ان الواحد يبتدي حياته من جديد. ايه المشكله؟ ايه مشكلة لما ناخد قرار من النهاردة انا حياتي هتتغير، انا هبقى احسن وهبقى اجمل وهبقى اخف وهلبس وهروح وهاجي وعايزة اي احسن حاجة في كل حاجة. مين قال ان اللي عايز احسن حاجة في كل حاجة يبقى مش رضا؟ في فرق يا جماعة ان انا يبقى في عيب في صحتي او في شخصيتي او في حياتي او وابقى عايزة اغيره وابقى بالاحسن، وفرق اني اتبطر. اتبطر دي يعني اقعد زعلانه ومكتئبه وايه ده يا رب وليشمعنى ده عنده وشمعنى ده عنده، ده التبطر. لكن فكره ان انا عايزه ابقى احلى او ابقى احسن او اصلح حاجه عندي، ده مش عدم رضا خالص، ده طموح. بعد ما اكل اكله حلوه زي دي هنبسط، بس لو عدتها تاني وتالت ورابع مش هنبسط لاني هاجي البس مش هلبس، هاجي اخرج مش هعرف اخرج، هاجي اكلم ناس مش هعرف اكلم ناس، هاجي اشتغل مش هعرف اطلع على الهوا اشتغل. في بتشوفوا على السوشيال ميديا يوميات ام جنى، انا بحبها جدا بس هي ما بتحبنيش، مش مهم يعني. ام جنى كانت مليانه قوي، وبعدين عملت فيديوهات اكل كتير قوي، كانت بتحط مكرونه كتير قدامها ولحمه وبتاع وتقعد تاكلهم، نجحت جدا وعملت ملايين على صفحتها وعملت ربح كويس قوي ما شاء الله، ربنا يزيدها. يمكن ده عشان بتبتدي دايما فيديوهاتها بالصلاه على النبي مسلسل محمد. بعدين فجاه سمعت انها عملت تكميم، قلت غريبه قوي، الست دي هتبقى رفيعه ومش تقدر تاكل، ازاي هتكمل فيديوهات؟ حيتها جدا ساعتها انها ما همهاش، كان عندها طموح انها
زي ما اتشهرت وعملت صفحة وعملت كونتنت وعملت محتوى وعملت طبعا فلوس وعملت، عايز تبقى أحلى، عايز تبقى صحتها أحسن. راحت عملت التكميم وخست، ابتدت تكبر في المحتوى، ابتدت تخلي ولادها ياكلوا معاها، جوزها ياكل معاها، ابتدت توري الناس حاجات تانية، ما بقتش تعتمد على انها هي اللي تقعد تاكل. انبسطت قوي 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 من هذا القرار، وانبسطت جدا جدا ان هي ولا همها اي حاجة وقررت انها تعمل التكميم، مع ان لو كانت مشيت مع الفريق الطبي ما كانتش هتحتاج التكميم ده بجد. وبقول لك اهو يا مجانا، لو مشيتي مع الفريق الطبي مش هتحتاجي التكميم، لان الفريق الطبي عمل نتائج احسن من التكميم، 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو. انت عملتي التكميم من سنه، التكميم باظ دلوقتي ورجعتي تتخني تاني، لكن دلوقتي اللي كانوا فريق الطبي معاه من سنه وخسوا 40 كيلو 50 كيلو على نفس وزنهم دلوقتي. ليه؟ ايه الفرق؟ فرق ان لما موجانا راحت عملت التكميم، دكتور صغر لها معدتها، وابتدت هي بفيديوهات الاكل تاكل معلقه مكرونه من هنا، حته فراخ من هنا، مش عارف عيش بجبنه من هنا، ابتدت المعده تكبر وابتدت العمليه تبوظ. لكن الفريق الطبي بيعمل ايه؟ الفريق الطبي بيعمل عمليه تكميم هنا في المخ، بيخلي المخ خلاص يدي اشارات للجسم كلها ان انا بشبع عند الحد ده، هي دي كمية اللي أنا هاخدها كل يوم، والجسم بياخد على كده والعقل بياخد على كده. فبعد كده أنت ما بتاكلش وما بتبوظش الرجيم. ويمكن لما تكلم الفريق الطبي هيشرح لك أكتر اللي أنا بقوله ده، إنها مش فكرة إن بيصغر معدتك، لا، هو بيعود جسمك على نظام معين هتفضل ماشي عليه طول حياتك، حتى لو حاولت تغيره مش هتعرف تغيره. كلموا الفريق الطبي، لأن فعلا 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 فكرة إن الواحد يبقى عنده فرصة إنه يعيش ويعيش كويس ويعيش بصحة حاجة لطيفة جدا. يعني أنا هو خسيت وباكل، أنا أكلت رغيف لوحدي، ده التاني، والمصور عايز تاكل؟ عايز تاكل؟ قول قول، سمعنا صوتك، عايز تاكل؟ عادي؟ ولا عادي ولا اي حاجه. لا مش كريمه خالص، في الفسيخ مش كريمه خالص. زكي بيقول لك تعمل كريمه، ولا كريمه ولا عرفك خالص. سلام. وابني ابني واقف سادد مناخيره. معلش يا مش حلو؟ ها؟ شفتوا فعلا يعني لو اتفقت الاذواق لبرت السلع. شوف هما واقف سدد مناخيره وانا قاعده بتغزل. بص بقى، بص الحته يقول لك ايه، نقي لي حته روز بامبا، شايف؟ شايف انت الحته البامبا دي؟ شايفها؟ جباره. عارفين بعد ما اكل كده ولا هعمل اي مجهود وانا ماشي مع الفريق الطبي ان انا امنع نفسي ان انا اكل حاجه، يعني ممكن خلاص تبقى دي اخر حاجه في اليوم. قدرت تاكل؟ ما قمتش مثلا رجعت؟ اكلت كل اللي نفسي فيه؟ بس عقلي رافض الفكره خلاص، مش هاكل تاني. والله نفسي مره اطلع اعمل لكم فيديو ربع ساعه اكل من غير ما اتكلم، بس هضحك. ما انا شبعت. تعالى نبتدي رجيم مع بعض النهارده بجد، وكلنا نكلم الفريق الطبي، نمشي معاه شهر نخس 12 كيلو، ننزل اول شهر 6 نجيب هدوم، واي هدوم بقى هتنفع، ولا لازم تبقى هدوم غاليه، ولا لازم تبقى هدوم مستورده، ولازم تبقى اي تيشيرت واي بنطلون جينز او اي حاجه هتبقى حلوه عليكي او عليك. لان فعلا والله العظيم الكلمه اللي دايما بركز عليها قوي، القالب غالب. فعلا القالب غالب، وفعلا لبس البوصه تبقى عروسه. فتخيلي ان انت القالب مش غالب وبرده البوصه مش عارفه تلبس،
لو قلنا ان في حد اسمه بوسه، مفيش حد، مع ان مفيش حاجه اسمها بوسه، كل خلقه ربنا جميله وكل الناس شكلها حلو، لكن دي امثالنا يعني. لكن فعلا لما القالب بيبقى حلو وبتلبسي كويس، على فكره نص اكتئابك بيروح، مظهرك يعني. انا دلوقتي ليه الاكتئاب؟ مش قادره ابص في المرايه، يعني احنا حاطين رينج لايت ما مش عارفه ايه، العينين العفاريتي اللي انا فيها دي مش عارفه اعيش بيها. لكن كل اللي انا بقوله بطلبه بجد، جربوا، بس جربوا، جربوا انكم تعيشوا، وجربوا على ان مفيش حد يجي يوزكوا يقول لا لا يا عم مصاريف، لا صرفت قد ايه اكل، صرفت قد ايه خروج، صرفت قد ايه لبس متضايق ومزنوق فيه ومش عاجبك، صرفت قد ايه. طب فيها ايه لما شهر واحد نجرب ونبقى ناس تانية خالص خالص؟ هستناكم الاسبوع الجاي تكلموني تقولوا لي انا هطلع توزن، شوف انا خسيت كام. هتقولي ايه لسه عايزه تفضلي تخسي؟ اه انا بثبت بس لسه عايزه افضل اخس. انا دلوقتي 63 كيلو، عايزه ابقى 58، 5 كيلو. دلوقتي الساعه 5 الصبح، و طول عمري كنت بفكر مين بينزل يلعب رياضه قبل ما يروح الشغل، الناس دي بتنام الساعه كام؟ دلوقتي الساعة 5 الصبح، الشارع أكيد لسه ما نمتش، غلط جدا. ولكن أنا نفسي أوي في التجربة دي، إن أنا أصحى الفجر، بص أدينا بحب كده شكل الهلال، الشوارع فاضية والهدوء والسكون، تحس كده إن أنت لوحدك، الدنيا كلها بتاعتك. تنزل و تتمشى تجري تتنطط تعمل كل اللي انت عايزه. طيب المهم يعني ان انا الحركه بركه، وقلت ان حكايه المشي دي لطيفه جدا لو انا عودت نفسي ان انا انام بدري واصحى بدري عشان امشي. والفجر دايما يقول لك ايه، بتتوزع الارزاق في أول اليوم في الفجر. الواحد كده لما يصحى بدري ويتوزع الرزق وتتحرك بتبقى حاجة لطيفة. فأنا قلت أنا هجري لوحدي؟ لا، قلت لا مش هجري لوحدي. في ناس بتطلع معانا في البرنامج بتتكلم عن الخصية، فأنا هصحيهم من النوم، أجيبهم أستدعيهم عشان يجروا معايا. دايما بتقولنا خسوا، ايوه تعالي نخسسكوا 10 15 كيلو. فانا دلوقتي بعمل على ان انا بخسسها دلوقتي، يلا هخس وهتتوزن وهتيجي الاسبوع اللي بعديه خسه، ولازم عشان ده نتحرك. مع ان هي الناس لما بتجيلها في الاول ما بتقولهمش العبوا رياضه خالص ولا تمشوا خالص، بس بما انها خست شويه كتير قوي فاحنا هنجرب ان احنا يعني. هي بتروح مثلا نصحى الناس ان هم امشوا 5 دقايق، 5 دقايق، امشوا 10 دقايق. فاحنا النهارده انا عايزه امشيها 5 دقايق 10 دقايق. هتجري؟ حاجه مجريش ليه؟ ما تعرفي؟ لا انا بقالي كتير جدا جدا ما جريتش. انا ما عنديش مشاكل، انا عارفه ان انت من ساعه ما اشتغلت في القناه الجديده هي حط علينا مسؤولية قناة جديدة ولازم البرنامج يتعرف، ولا بنمشي ولا بنعمل أي حاجة. احنا بس أهم حاجة إن زي ما الناس بتأكدك في الفسيخ والأكل يمشوا زي ما حضرتك متمشين النهارده. اه بس أنت عارفة إن المشي ده ما ينفعش، لازم نمشي. اه نمشي كده، حطوا خطوات قوية بسرعة. بس الدكتورة من أيوة كده هي بتقول 5 دقايق بس. هذه الدكتورة بتزعى بتقول لنا انها بتخسس من 12 ل 15 كيلو في الشهر من غير رياضة ومن غير رجيم، وبتقلل لك معدتك وبتخليك تعمل عملية تكميم طبيعية.
من غير دخول غرفة العمليات. من غير ما اقول لحد كل او ما تاكلش. ماليش دعوة. يعني مش مهم هاكل ايه. مش مشكلة خالص. مش مهم مش هتمنعيه من حاجة. ومش مهم الخمس دقايق بتوع المشي دول الا لما عظمك ترتاح خلاص من الوزن الزيادة اللي عليك. طيب يعني هو دلوقتي هيكلمك في التليفون دلوقتي حالا. هيخس 15 كيلو في الشهر. تمام. وهياكل كل حاجة هو عايزها. ايوه. مش هيتحرم من حاجة. تمام. وهيبقى قرار صائب مش هيندم عليه. لا لا ده احتمال يبقى معانا حالة تظهر بنجاح ومعاك ان شاء الله. لا طبعا. وهيكلمك في اي وقت مش ردي عليه. اكيد. المتابعة طول الوقت. طول الوقت. أجري أنا الأول ولا أجري أنا لفة كده وبعدين أنت ورايا؟ زيهم زي ما جاية لفة أنت سباقة في كل حاجة. هتحس 15 كيلو ومش هتحرموا من ولا حاجه و بس هي بتنهج ازاي؟ ما بنهجش. انا اكبر منها ب 25 سنه. وهنعمل ايه تاني؟ واهم حاجه ان انت لما تخس زي انا كده دلوقتي مش هتبقى تعبان. يعني بص انا جريت بس هيقول عليا ما شاء الله الله اكبر. انا اوريدي مشوهه ما شاء الله الله اكبر. يعني اي ما تيجوا تحسدوا في اي حاجه افتكروا ان انا اتشوهت بعد الشر. ان بعد ما خسيت مع الفريق الطبي انت لونج ما حصلش خالص ان انا كنت تعبانه او مجهده او زي ما بيقولوا ما اعرفش انزل ما اعرفش اطلع ما اعرفش اعمل. بنجري اهو رايحين جايين ومش حاسين ان احنا حتى بننهم. و انا بنهج يا استاذة. ايوه ما هي بتنهج عشان هي لسه لازم تخس. لكن انا بكلمكم على ان انا واحده خلصت خسيه او يمكن نفسي ابقى 58 مش 62 ولكن اهو لما جريت ما تعبتش. دليل الحالات اللي بتجيلنا بتقولك ايوه خسيت 40 كيلو 50 كيلو ودلوقتي بطلع السلم ما بنهكش بنزل السلم ما بنهكش بعمل مش عارفه ايه ما بنهكش ما بتعبش. دي حقيقه وانا ثبتها لكم دلوقتي ان انت لما بتخس بتبقى في كامل صحتك في نفس الوقت بتاكل كل اللي انت عايزه وبتخس 15 كيلو في الشهر. طيب لو احنا اتكلمنا في التليفون دلوقتي وجربنا وحصل اني خسيت 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو مش ده يبقى ربنا رفع البلاء؟ طبعا الموضوع هيبقى سهل جدا واحنا خطوه بخطوه معاهم ومفيش حد كلمك جه عندك وما خسش. الحمد لله ما حصلتش كلها ناجحه. واللي بيقول ان هو كلمهم وما خسش ده ما كلمهمش هم بكلم ناس نصابة تانية بتاخد فيديوهاتي وتعلن عن نفسهم عشان كده الاعلان بيتاخد من على قناة هي او من على صفحتي الشخصية فقط. طيب لو قلنا دلوقتي ان حد ما بيقدرش يمشي او حد ما بيقدرش يتحرك من مكانه هل ممكن تعالجيه وتخسسيه 40 50 كيلو من غير ما تشوفيه؟ انا بقول لك اهو من غير ما تشوفيه من غير يعني من غير ما يجي لك. يعني واحده دلوقتي بتشوفنا في الاقصر او في اسوان لا او في اليوبيه او في الغربيه او في سوهاج او تقدري تخسسيها من غير ما تشوفيها؟ ايوه طبعا احنا بناخد طبعا بالتليفون بنعرف كل الحاجات اللي الاسئله بتاعتنا اللي بتعرف كل حاله صحيه والوزن والطول والامراض واقرب تحاليل ليها هي عملتها وصفها لشكل اكلها وصفها للمشاكل اللي مضايقاها بجسمها هتنزل ايه عاوز تعمل ايه. 99% من الحالات كلها بتنجح فيها بدون اي مشاكل
99 لما بقول 99% مش بقول 100% كده 1% كده رفاهية، انما هو اكشلي احنا بنخصص كل الحالة في الجسم الحمد لله. لازم كل واحد يعرف ان اهم حاجه في حياتك صحتك، والحقيقه دي حاجه انا ادركتها يعني متاخر جدا جدا. عندي مشاكل في معدتي، عندي مشاكل في ظهري، عندي مشاكل في كل حاجه، يمكن عشان ما اهتمتش بصحتي. ودلوقتي النهارده مش بقول اخس عشان ابقى شكلي حلو، مش بقول اخس عشان تلبس، مش بقول اخس عشان التنمر، خس عشان صحتك، خس عشان تقدر تتحرك، خس عشان ما تخليش حد يخدمك، خس عشان ما حدش تقول له تعالى والنبي مش قادر اقوم اجيب كوبايه ميه. لازم كل واحد يفضل بصحته ويفضل واقف على رجليه لغايه اخر منفقه. مش قادرة أقول لكم قد إيه ببقى مبسوطة وسعيدة لما يجي لي حالة من الحالات وتيجي تقعد قدامي وتقول لي أنا خسيت 20 كيلو، أنا خسيت 30 كيلو، أنا خسيت 40 كيلو. في ناس كتير قوي ممكن تكون واخدة الموضوع إعلام، ممكن تكون واخدة الموضوع إن القناة فرض عليها إنها تطلع بفقرة بعد البرنامج. لا، أنا الموضوع بالنسبة لي رسالة ان قد ايه ببقى مبسوطه قوي 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 لما تيجي حاجه تقعد قدامي وتقولي اصل اتفرجت على البرنامج خسيت 30 كيلو، اصل اتفرجت على البرنامج خسيت 20 كيلو، 50 كيلو، 60 كيلو، 110 كيلو. عارفين يعني ايه النهارده لما يكون في فريق طب في مصر بيخسس 110 كيلو؟ انتوا متخيلين من غير ما تدخلي اوضه عمليات ولا تخدير كلموا الفريق الطبي حالا فورا عشان تبتدوا حياتكم من جديد، عشان نطلع الفجر اللي طالع ده ونحس بنعمه اليوم الجديد، بنعمه ان احنا عايشين، ان احنا بنتنفس، ان احنا قادرين نتحرك. ايه لازمه ان انا اصحى من النوم مش قادره ولا اتحرك ولا اتنفس ولا البس ولا اعيش ولا اروح مناسبه ولا اي حاجه ولا امشي؟ ايه لازمه الحياه لو صحيت من النوم مش قادره ولا امشي ولا اتنفس ولا اطلع ولا انزل ولا البس ولا اعمل اي حاجه؟ في ناس بتخش تخلف، في ناس ممكن يكون بنات صغيرين محتاجين ان هم يبقوا شايعين عشان يتجوزوا عشان يخلفوا عشان يبتدوا حياة. ازاي تبتدي حياتك قبل الجواز وانت مثلا 100 كيلو؟ متخيله يحصل ايه لو ربنا كرم الحمل ما تاخرش بسبب السمنه؟ ممكن بكام كيلو تمشي ازاي وتخدمي جوزك ازاي؟ لو ما كلمناش عن الناحيه الشكليه يعني، او ان جوزك يحبك او يحبك تبقي جسمك حلو او متناسق او مش عارفه تبقي صياعه قوي، بس على الاقل يبقى جسمك متناسق، ما تبقيش برضه مثلا كبيره او ما تبقيش يعني. على فكره انا كنت زيك وعملت كل حاجه في الدنيا عشان احارب السن، ولو كنت قابلت الفريق الطبي ما كانش حصل لي كميه المشاكل الفظيعه في معدتي من كتر ما انا لعبت بقى، حطيت حزام وشلت حزام، عملت مش عارفه ايه. يعني لو كنت انا قابلت الفريق الطبي قبل ما العب في معدتي اللعب ده و ما كانش حصل لي مشاكل في معدتي. فإذا كان في طريقة أمانة، إذا كان في طريقة تخلينا نخس الكيلوهات دي في الوقت القصير ده، يبقى ليه ما تكملهمش؟ ليه ما تبتدوش حياة جديدة؟ يوم جديد وفجر جديد وقادرين نتنفس وقادرين نتحرك. يلا نجري، يلا نجري بالنسبة للزمن، ونقول لازم نعيش.
لازم نعيش ولازم نعيش واحنا واقفين واحنا بنجري وبنسعى وبنشتغل وبننتج وبنخبط وبننبسط. دي اهم حاجه ان احنا ننبسط. قولي لي بقى اولا ايه الشياكه دي؟ والله العظيم انت الجرش في الطرحه وبتاع. والله العظيم ايه الحلاوه دي؟ لا والله ده حلاوه حضرتك. خصيتي قد ايه بقى؟ انا كنت 110 وبعدين الحمد لله بقيت 70 40 كيلو. كنت لسه هقول لك ان شكلك مش 110 يعني ما تجيبيش ال 110 خالص. لا والله يا استاذه ما انت اما تشوفي بقى العبايات والصور. انت جايبه العبايات معاكي؟ هاتي حاجه ثانيه خالص. هاتي اشوف. اتفضلي تعالي انا هقف. دي عبايتك وانت 110؟ دي اللي انا كنت بخرج بيها. اللي كنت بتاعت الخروج بقى دي اوعى وشك صح؟ وفي اكتر في اوسع كمان. استنى بجد شوفي يا استاذه صدمه. منظر وحش قوي. طب تعالي اقفي جنبي قوش. يا رأي حضرتك مش هبين. مش هبين بني ادم تاني. مش هبين بني ادم تاني. بصوا طالع عنها ازاي. شايفين قد ايه طالع عنها؟ استنى بص. حضرتك هوريكي بقى اللي انا بلبسه دلوقتي كمان غير ده. ممكن اجيب بتاعت البيت. بصوا يا جماعه بتاعت البيت. بصوا بصوا دي بصوا دي وبصوا دي. هما نفس ما بحبش ابص لهم. والله يا استاذه ما بحبهم. لا ما بحبهمش ولا انا صراحة. ولا انا. شوفي حضرتك دي كمان. يا ولد دي بتاعت البيت. دي بتاعت البيت بقى. اول مره في حياتي البس بيجامات في الشتاء والله. بص. دي كانت بتخش بالعافيه يا استاذه رهان. بص يا جماعه قد ايه. والله كانت بتخش بالعافيه حاجه فظيعه. بعتلك عشان نشوف لو حضرتك عايزاني برضو. ده بقى اللي بلبسه دلوقتي. حد يصدق الحجم ده هو اللي بلبسه؟ ايه ده بصوا ده لبسها دلوقتي. تعالي انت بقى البسي. امسكي ده جنبي كده. امسكي انت جنبي ده. انت اسمك ايه؟ ناديه. بصوا ناديه دلوقتي وناديه قبل. ايه رايك يا ده؟ ايه رايك ناديه قبل وناديه بعد؟ وشها لا سيبيه من غير اللي بتحطيه على جسمك عشان يشوفوا قليل ازاي. كده ناديه قبل وناديه بعد يا جماعه. ربنا يبارك لهم والله بصراحه. بصوا ازاي كده حاجه ثانيه. لا انا نفسي مش مصدقه والله العظيم. ربنا يبارك لهم فعلا. والله يا استاذه انا ما مصدقه ويبارك لحضرتك على فكره. ربنا يخليك. انت اتفرجتي عليا انا. انا من جمهورك. انا من ايام المحور يا استاذه بجد. والله العظيم. يعني انت اتفرجتي على فريق الطبي عندي انا؟ انا بعشقك. ايوه انا ما اطمنتش الا لما حضرتك اتكلمت عنه. عشان كده بقول لكم انا بصدق ليه. ان كل اللي يجي يقول لي انا من جمهورك مش مثلا هم جايبين لي حالات من حته تانية. لا 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 والله من بس حال إيه من بس ايه يعني. ايه راي حضرتك انت اهم حاجه الاول. والله العظيم انا رصاهم في ضرفه في الدولاب كده. انا ما بطقش ابص لهم يعني. لما بعوز حاجه من الدولاب اخدها كده من اللبس اللي انا اشتريت كله جديد باخدها واروح قافله الدولاب. مش عايزه ابص لهم. لا والله. والصور بتاعتي وانا مليانه مش عايزه ابص لهم. انا الحمد لله رب العالمين خفيت. انا كنت مريضه والله. السمنه مرض. ايوه طبعا والله مرض واكبر مرض حضرتك. انا من حلقاتك وانا بتابعك فاكره حضرتك ايام ما جبت حلقه واحده تشيليها في بونش.
انا شفت نفسي في الموقف ده. الله يرحمها. ماتت؟ لا اله الا الله. منى. سامع حضرتك قلت ما في السرير جاي على لقينا سرير ليها. لا انا بعشقك انت قلبي والله العظيم. الله يخليك. وبشكر الدكتوره خلود بصراحه. هي اللي كانت بتتابع. ربنا يبارك لها بصراحه تعبت معايا جامد. وبشكر الدكتوره صوفي. طب قولي لي انت ال 40 كيلو دول في قد ايه؟ في 3 شهور. لا والله في 3 شهور؟ والله يا استاذه الحمد لله. يعني اكتر من 10 كيلو في الشهر؟ ايوه خسيت في اول شهر 15. انا ما كنتش مصدقه. عارفه حضرتك اللي بينجح في الثانويه العامه ويجيب النتيجه؟ في اول 15 دول والله اتصلت بالدكتوره وزنت نفسي مرتين عشان اصدق. قالت لي ان شاء الله اول اسبوع اول شهر اول شهر 15 كل شهر 15 الشهر الثاني 10 الشهر الثالث الحمد لله ال 15 15 10 15 بقى من ال 40 كيلو ولسه باذن الله عايزه انزل 10 كمان نفسي ابقى 60 برافو عليك والله لا انا بحب انا كره المنظر ده مش عايزاه انا مش عايزه اشوفه تاني ومش عايزه ابقى كده تاني ابدا. طب وجوزك بيقولك ايه؟ انا جوزي اصلا بشكره جدا جدا لان هو السبب والله العظيم بصراحه ساعه ما شفت حضرتك والفريق الطبي بقول له راح خلاني سكت يومين كده وراح جايبه لي هديه والله. وهو اللي طب كان. قولي لي انت النهارده بتقولي انا 70 كيلو وعايزه ابقى 60 كيلو انت فتحت نفسك على حياه صح؟ انا عشت من جديد انا ما كنتش عايشه والله ما كنت عايشه بقول كده يقولي ده كلام انشا والله يا استاذه رهام ما كنت عايشه وكذاب اللي يقول هو وهو مليان عايش لا مش عايش مرض انا كنت عشان امشي كده شويه من الريسبشن بتاع للمطبخ انهج انا ما كنتش بقوم كده زي الناس الطبيعيه لازم اسند على الارض عشان اعرف اقوم بجد والله العظيم جوزي معايا انا كنت اصلا عايزه اشكره قدام الناس كلها اشكريه اهو قدامك 30 ساعه لا ده الجندي المجهول بصراحه طب انبسط من النتيجه ولا لا؟ قوي قوي هو كان معايا هو اللي كان بيقول لي خدي العلاج خدتي كذا طب انت هو رفيع ولا تخين؟ لا رفيع الحمد لله الحمد لله طيب قولي لي بقى هو انت فضلتي كام سنه مليانه؟ انا اول 10 سنين كنت متجوزه رفيعه زي ما انا الحمد لله فضلت زي ما انا ما شاء الله يجي مثلا حضرتك كده قولي 15 سنه مليانه يعني ازمه 20 سنه مليانه يعني ازمه 20 سنه انتهت في 3 شهور اتحلت في 3 شهور طب هو ده اللي بقوله لكم يا جماعه ان والله ما كنت مصدقه ان لما فعلا. حد يبقى بقاله 20 سنه بيعاني من حاجه من مكالمه تليفون واحده فات 3 شهور بقت بني ادمه ثانيه انتوا عارفين 3 شهور ده تغمضوا عينكم وتفتحوا والله ما حسيتش بيهم والله يا استاذه ايوه طبعا ما حسيتش بيهم ودلوقتي انا مبطله على فكره بقالي دلوقتي سنه ونص الحمد لله يعني انت كنت 110 كيلو بقيتي 70 وبقالك سنه ونص مبطله ما تخنتيش والله ما تخنت انا والله ما تخنت والله ما تخنت انا بخس طب عايزين يا جماعه اكتر من كده واحده كانت 110 كيلو بقت 70 كيلو في 3 شهور وقعدت سنه ونص وما تخنتش يعني هي اخر مره اتعاملت معاهم كان من سنه ونص وما تخنتش عايزين ايه اكتر من كده عشان تكلموا الفريق الطبي مش فاهم والله يا استاذ ريم اللي ما بيتصلش بالفريق الطبي ده ويعمل زي ما اي انا واي حاله بتيجي قدام حضرتك هو عارفه هو الخسران إيه؟ انت عارفه هو خسران صحته القرار اللي هي اللحظه اللي بيكلموا فيها الفريق الطبي هو قرار دي فعلا انا بحس انها قرار ايوه ان انا اتغير او ان انا اعيش او ان انا ابتدي من جديد هي مكالمه التليفون ده هي القرار بصراحه وهم بصراحه ربنا بيتولوكي بقى من ساعتها خلاص انا كانت الدكتوره دايما معايا على التليفون لو انا ما اتصلتش هي بتتصل بيا عامله ايه يا ناديه؟ في حاجه تعباكي؟ في اقول لها والله يا دكتوره ما في حاجه الحمد لله والدكتوره صافي كلكم يا ناديه بصراحه هاتي الزرقاء الزرقاء اوسع من دي قوي يا ناديه في البيت كنت بتحبي تبقي مرحرحه والله كانت بتبقى ماسكه عليا يا استاذه ماسكه عليكي؟ ماسكه عليا من كتر الشحم اللي فيها دي كانت بتبقى ماسكه عليكي والصور حضرتك لما تشوفيها برضو مش هتصدقي فين الفستان بتاعي؟ اهو هيجي نصها اتفضلي هاتي نحط دي على دي استنى نصها او ربعها كمان
لا نقول نص ساعة. شوفي يا استاذة مش باينة، مش باينة والله. والله انا نفسي ما مصدقة، انا بقعد البس الدرسات دي. نادية دلوقتي ده بقت نادية، ده بقت نادية اللي احنا رميناه، اللي احنا البني ادم اللي تخلصنا منه اهو. نص البني ادم المريض والله، نص. بص والله يا استاذة المرض، المرض اللي انا خلصت منه. بص هي بقت كده وكل ده راح. الحمد لله كل ده راح، مفيش مستحيل والله. لا 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 مفيش مستحيل ابدا. حضرتك انا كنت مليانه ايام برضه، حضرتك ما بتعملي حملات السمنه، بقيت انت تقولي خسوا خسوا، اقول لك والله يا استاذه نفسي اخس بس اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ انا مش وجربت حاجات كتير قبل كده بصراحه بس ما جابتش معايا نتيجه ومنتجيه. وده بقى اللي انا بقوله، يعني في ناس كتير، في ناس كنت تقول لي ما انا جربت ناس كتير قبل كده، ما انا شفت ناس في التلفزيون وكلمتهم قبل كده، قلت لكم ماليش دعوه. أيوة. ماليش دعوه باي حد تاني وماليش دعوه، انا بتكلم في اللي انا شايفاه قدامي واللي انا جربته واللي انا ما بقبلش اعلن غير يعني غير معايا. والله يعني بيجي لنا ناس كتير قوي يقول لك اطلع معاكي فقره، اقول لها شكرا. لا 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 الحمد لله احنا لازم نبقى متاكدين جدا جدا من اللي بنقدمه. فريق طبي ممتاز ربنا يبارك لهم، انا والله بدعي لهم كل ثانيه كل ثانيه. وبدل حضرتك انت ما تعرفيش انت عملتي فينا ايه، غيرتي حياتنا والله. ربنا وربنا الاول ثم حضرتك، هو ربنا ثم الاول والاخر الطبي، لان ربنا وفقك برضه ثم جوزي بصراحه اشكره جدا بصراحه ربنا. ولا هو ده بقى اشكره بعد كتير. ربنا لان هو انا بحب قوي الازواج اللي بتخلي مراتاتها احسن. والله او وعايزينهم يبقوا احلى، مش واحد يفضل يقول له واحدة انا عاجبني انك تخينه كده، هو انت عايزه تخسي عشان تلبسي ضيق، هو انت مش عارفه ايه، خليكي كده انت بتقضي عليها وانت عارف انها مش عاجباك. استاذه يقول لي انا خايف عليكي، كان يبص على رجلي وعلى شكلي يقول لي انا خايف. انا كانت رجلك ورمه بقى؟ كتير ما كنتش بقدر امشي. احنا لو مشينا مشوار انا وهو اقول له لا وقف اي حاجه نركب، مش قادره. كانت رجلي اكني نار فيها، مش قادره فعلا، مش قادره امشي عليها. وكان فعلا كان بيبقى زعلان يقول لي طب اخرتها ايه؟ انت هنقعد كده. وجبت جاب والله جاب ورحت لدكتور ريجيم وتابعت معاه، ما عملش اي حاجه. ما فيش زي بصراحه. اهم حاجه في اللي انت قلتيها ان انت بقالك سنه ونص مبطله. ايوه الحمد لله. ورجعتيش، لان في ناس كتير قوي تروح لها تخسس بسرعه جدا وترجعهم في شهر برضو اول ما تبطل. وهي دي النقطه اللي انا بصراحه ربنا كنت قلقانه منها. انا بقيت اقول انا مش هرتاح ولا اطمن ولا فعلا اشكر يعني الناس دي. بعد ما خسيتي في 3 شهور قلقتي بقى؟ أيوة. قلت انا هرجع تاني. كله كان بيقول لي انت لاحظت بس هي 3 شهور وبعد كده خلاص وهترجع زي ما انت وازيد، ده فعلا بيرجع الواحد ازيد من. قلت لهم ان شاء الله اللي لقيته كده خلاص انا اللي هطلع اقول للناس ما حدش يجي. بقالك سنه ونص سنه ونص وعايزه تبقي 60. حلم حياتي يا استاذه. انا هستناكي بقى لما تبقي 60 كيلو ان شاء الله. عايز اشوف فستان بقى بتاع 60 كيلو ان شاء الله، هيبقى اصغر من ده ان شاء الله باذن الله. بشكرك وانت بطله وبحييكي انت وجوزك واحلى حاجه في الدنيا ان الواحد يعيش بجد. ايوه والله ما يمثلش انه عايش. انت عارفه اصل هو بيمثل على نفسه مش بيمثل على حد. لما مثلت ما هو فعلا هيمثل على نفسه، بيضحك على نفسه. مين تعبان يا استاذه في كل اللي انا كنت فيه ده الا نفسي؟ لازم ولا حد هيحس بيكي غير نفسك، ولا حد هيحس. انا ولما كنت هتكبري وتتعبي ما كانش حد هي والله العظيم يا استاذ انا ما كنتش بعرف انام، النوم نفسه ما كنتش بعرف انام، تعبانه فعلا. انا عظمي كده كنت باجي كده انام ما مش عارفه، عظمي كان بيوجعني عشان نايمه عليه، عشان الحمل اصلا تقل عليه. جات لي زي ازمه قلبيه مره من كتر السمنه اللي على الشرايين. ساعتها انا ما صدقت ان انا شفت حضرتك، قلت لا هو قرار وهجرب زي ما الاستاذه مايلي جرب مش هتخسر حاجه. جاب نتيجه الحمد لله، ما جاب بس جاب احلى نتيجه بفضل حضرتك والله. بفضل ربنا والله يا دكتور. يعني انت عايزه الناس كلها تكلم الفريق الطبي؟ والله خسرانين، هو خسران اللي هو مش هيكلمهم، خسران صحته اول حاجه، اول حاجه هو اللي هيتعب. بعد كده مفيش اي حاجه هتنفعنا الا صحتنا، محدش بينفع حد، هي الصحه بس مفيش غيرها. كلموا الفريق الطبي دلوقتي حالا عشان تبقوا زي ناديه وترموا العبايات القديمه دي. كل الناس
وتشيلوا البني ادمين اللي انتوا شايلينهم دول وتعيشوا بجد. بصوا انا عايزاك تعمل اكستريم كلوز اب عليها، بصوا كميه السعاده اللي بشوفها في عينين الخاسس. انا اكني عشت لسه ببدا حياتي جديد. والله انا نسيت كل السنين اللي انا كنت مليانه فيها بصراحه. بصوا العينين بتبقى مليانه انبساط ازاي لو تعرف تجيب عينيها. والله العينين بتبقى مليانه انبساط. انا عشان شايفه حضرتك كمان والله يا استاذه. انا بعشقك والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. وهستناكي وانت 60 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو ان شاء الله. بشكر الدكتوره خلود والدكتوره صفا جدا. قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو.